عمي علّم
يستاهل ما أطول عليك فيه، بس أحتاج توقيع عهد ورفعة إيد. هذه زينب، الله يرزقنا وياكم زيارتها إن شاء الله في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. نعم والله مشتاقين، مشتاق له ولا؟ والله مشتاقين، والله ما ناسين، والله مشتاقين، والله ما ناسين. يا زينب يا زينب يا زينب، هذا جوابك. والله
فرج عن كل مهموم يا الله.